احسن. مظبوط. طب يلا يا شيف بقى عشان طيب. عايزين نعرف مقاديرك ايه النهارده. الاكل النهارده المطبخ المكسيكي، نشوف مع بعض مقادير الاكل المكسيكي اللي هنعمله مع بعض، لانه له سنس كده وطريقه في عمايله، فلازم بنحب المكسيك وشعب المكسيك لازم نعمل الاكل على اصوله. هنعمل مع بعض النهارده الفاهيتا تشيكن، او نسميها التشيكن فاهيتا بالاسم بتاعها. مقاديرها كالاتي وهنشوفها مع بعض على الشاشه، والصوره تتحدث عن نفسها. فهيتا. معانا التشيكن فاهيتا، معانا 2 صدور دجاج، فلفل الوان احمر اخضر اصفر، معانا طبعا بصل شرايح، توم وجنزبيل فريش، ملح وفلفل، وبابريكا سبايسي مع رشه زيت زيتون. دي مقادير الفاهيتا. هنشوف مع بعض مقادير سندوتشات تورتيلا بالتونه. التونه وفايتة والقيمه الغذائيه بتاعتها مهمه جدا، غنيه باوميجا 3 لنمو العقل وتركيزه. خبز تورتيلا، معانا 2 علبه تونه، فلفل الوان، بصل، جبنه انواع شيدر او موزاريلا مع الزعتر، عصير ليمون، زيت زيتون لتحمير السندوتشات. طبق السلطه، معانا سلطه الفاصوليا المكسيكي الحمراء الجميله اللي غنيه جدا بالبروتين، اللي هي فاصوليا حمراء، معانا بصل جوانح، معانا طبعا طماطم متقطعه كريات، عصير ليمون، زيت زيتون، وكزبره خضراء علشان التست والطعم للفاصوليا الحمراء. معانا الحلو النهارده من المطبخ المكسيكي الافوكاتو المشوي بالتفاح. اوعى وشك، 3 حبات من الافوكاتو ناضج، ومعانا طبعا تفاح اخضر احمر مفيش مشكله، سكر بني، القرفه عندنا فليفر، زبده، بسكويت مكسر، فانيليا، عين جمل اللي هو الجوز علشان يدي رونق وطعم مميز للحلو بتاعنا من المطبخ المكسيكي. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي الماتيريال معانا زي الفل. هنشكله ونطلع منه اطباق من المطبخ المكسيكي، ودي اشهر الاكلات وعندنا في مصر هنا بنروح على المطاعم نطلب الفاهيتا دجاج او الفاهيتا بيف او الفاهيتا فيش مفيش مشكله. السندوتشات التورتيلا دجاج او تونه، انا هعملها النهارده بالتونه مع الجبنه الموزاريلا او الشيدر. نبدا نشتغل مع بعض. بس احنا عايزين برضو معلش عايزين نعرف ازاي نعمل الاكل. انا حاسه ان هو كله فضل. سبايسي كده وتوابل. يعني نعمل ايه عشان الاطفال تعرف تاكل منه برضو؟ نشيل ايه ونسيب ايه عشان الاطفال تعرف تاكل؟ سؤال في غايه الاهميه، ما ننساش الاطفال الصغيرين على السفره وكبار السن بالزبط. اللي هم على راسنا من فوق. طبعا. نعمل لهم اكل ازاي ياكلوه كمان ما يكونش سبايسي او يكون في الوسط. صح. فاحنا هنا بنعمل سلطه الفاصوليا المكسيكي الحلوه دي على فكره من البقوليات والبروتين الغني جدا، فنقدر نعملها ما تكونش فيها سبايسي. بتهيألي مفيدة جدا. الفلفله الحمراء ديت على فكره ما فيهاش سبايسي قوي، هي هاديه وزي الفل وطعمها مميز جدا. نقدر كمان الحلو بتاعنا مش سبايسي. ومعانا الفاهيتا ممكن نزود الشطه فيها او نقللها حسب رغبه افراد الاسره. انت عارف اكتر شعب بياكل الحر مين؟ المصريين. تونس. تونس. طول انت كده بص كل حاجه تونس تونس. المصريين هم اللي ابدعوا الحواوشي. روحي شبرا وتتعرفي المصريين، رغيف الحواوشي على اصوله. ما اقولكيش يعني الشيف النهارده انا حاسه انا وياك دراير يا شيف. مش عارف ليه بصراحه. مش عارفه ليه. مع ان انا بحب الشعب التونسي. والله وانا بحب الشعب المصري عشان كده انا موجوده في مصر. احنا الاثنين ونكمل النص الحلو الثاني، ايه رايك؟ حلو الكلام. نبدا مع بعض نشوف مقادير الاكله بتاعتنا ونشتغل. يلا ابو حميد، اي اوامر مني انا رايح على المطبخ المكسيكي. هشوط شوطه هناك وارجع لك ثاني، حلو الكلام؟ نشوفوا مع بعض ازاي نعمل الفاهيتا المكسيكي. هنقطع الدجاج مع البصل جوانح، البصل معايا شرايح زي الفل. الصوت معلش مزعج شويه بس السكينه هعمل ايه؟ عودنا على وجودك معنا يا شيف. هل حد يعرف يقطع البصل زي كده؟ طبعا انا من النص الحلو. البصل بنقطعه شرايح كده، معانا كمان دجاج هنقطعه شرايح. طب حلو الكلام.